يعني انا اعتقد ان دي مبادره جيده، دور الاعلام في دعم السياحه، لان اعتقد ان مصر او السياحه في مصر او صناعه السياحه في مصر الان محتاجه الى كل يد لتشارك وتدعم هذا الامر، خاصه بعد الحمله الغربيه الشرسه ضد مصر بعد سقوط الطائره الروسيه في شرم الشيخ. والاعلام بيلعب دور مؤثر جدا، سواء في التسويق، في الترويج، في الوعي لدى القائمين على القطاع السياحي او لدى حتى الشعب العادي في استقبال السياحه، ولديه دور مؤثر في تغيير السلوكيات، ويستطيع ايضا ان يقدم خدمات للسائحين بشكل او باخر. في هذه المشكله وسوف تعود السياحه الخارجيه الى مصر، وسوف تكون المقاصد السياحيه يعني ان شاء الله ممتلئه. الامر الاخر الذي نستطيع ان نؤكد عليه وان يجب ان يتخطى طبعا حدود هذا المؤتمر، ويجب ان يكون اجنده وطنيه لكل المؤسسات الوطنيه، الجامعات والاعلام والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسياسية كانت أو غير سياسية، يعني ماذا بعد؟ قد هو جامعة القاهرة العريقة التي أنتمي إليها وجامعات أخرى في كافة ربوع مصر. مصر في عيونك، التايتل التتر نفسه بيعبر عن مضمون المبادرة كلها وعن اللي المفروض ان احنا نشعر بيه او نقوم بيه. ازاي نصونها وازاي يبقى حديثنا مش حديث داخلي؟ مع الاسف احنا، وانا بتكلم واحنا يعني انا مؤمن اننا في قلعه من قلاع الاعلام او مدرسه الاعلام الاولى هي كليه الاعلام جامعه القاهره.